وتصبح غرفا حبيبة رسول الله. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ومن حقها علينا أن نذكر ببعض مناقبها. زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر طاهرة الزين، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل كما قال حسان بن ثابت. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ عائشة. قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر الصديق. قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكم انتفع المسلمون عائشة بفقهها وبعلمها رضي الله تعالى عنها. قامت عائشة رضي الله تعالى عنها بذكر ما تلي في بيتها من آيات الله ومن الحكمة، فوفت وما تخلفت، بل نشرت علما عظيما في المسلمين. وقفة. ولما طعن طاعنون وقفة في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أنزل الله عز وجل في شأنها وحيا يتلى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حبيبة رسول الله، من يعذرني من رجل بلغه أداه في أهلي ويقصر عائشة؟ والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. ولتنتبه الشيعة، ذكر الشيعة الذين ينالون من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أذكرهم بتقوى الله، بتقوى الله في أم المؤمنين. ليس لنا نصيب إلا هذا الجيل فقط، هذا الجيل والوحيد المحترم عندنا. فكم نشرت من علم عائشة، كم أفتت في مسائل كما قال عدد من الصحابة، كانت فقيهة عجيبة عالمة، فضلا عن عقلها الراجح وعن حسنها وجمالها وعن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. عائشة، عائشة كرمات الفواضل حيلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى. لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل.